السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة تحضير النودلز الكورية بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. نشوف المقادير وطريقة التحضير. وكنقطعوا الخضر ديالنا كاملة على شكل طولي. كيسخن لينا الماء مزيان عاد كنضيفو سباغيتي ديالنا. بعد ما كطيب كنزولوها ونخليوها تقطر مزيان. في مقلاة كنضيفو القليل من الزيت وكنضيفو قطعة ديال الدجاج تقلى لينا مزيان. مقلات اخرى كنضيفو الزيت وكذلك البصل الاخضر وكنضيفو معاهم الفلفل الاحمر والاخضر وكنضيفو الجزر كذلك وكذلك الكروم والثوم وكنحركو العناصر ديالنا حتى كتنسجم لينا وكنضيفو لها قطع ديال الدجاج والقليل من الصوجة الحارة وفي الاخير كنزيدو السباغيتي ديالنا وكنحركو العناصر مزيان حتى تنسجم لينا. والوصفه ديالنا صبحه جاهزه كتجي لذيذه بزاف. انا متاكده انها غتعجبكم. الى فيديو مقبل. السلام عليكم.